الكلام الحاصل من اخونا كامل كاريزما ده، يا جماعه الناس شيروا البث ده، شيروا البث ده بقدر ما بتقدروا. فالكلام ده يا جماعه كلام، يعني انا شخصيا كعمار ما قادر يتصور ذاته، وما قادر انه زول اللي بيتكلم كده. يعني الحاصل شنو يا جماعه؟ الحاصل شنو؟ كامل كاريزما ده طلع بيتكلم باسلوب كده يا جماعه، ما عجبنا والله العظيم ما عجبنا. الحاصل شنو يا جماعه؟ الناس شير البث ده بقدر ما بتقدر عشان نقدر نوصل الرساله ده لاخونا كامل كاريزما. الناس بتعرف قبل شويه هيدرو اللايف بتاع كامل كاريزما يا جماعه، وما بنفترض انا بس يعني ما كلامه ما عجبني، يعني بكل شفافيه. يعني الليله يوم هو زول انت مختلف معاه سياسيا حاجه تانية، كويس معاك. الحاجه اللي هو بخليك انك تتكلم بعد الحاجات ده كلام ما منطقي، ما منطقي. انت يعني خصوصيات بتاعت الناس ما بنفترض تطلعه برا، وما بنفترض تقوله مهما لو زول قال لك ذاته. لكن للاسف الشديد يا جماعه الزول اللي يتكلم الكلام ده بكل شفافيه، يعني وكلام كان ما عاجبني والله العظيم، ما كان عاجبني للاسف الشديد، يعني بكل صراحه. فده يا جماعه الناس، في معظم الناس، ايوه نعم، في الحاصل يعني في المجتمع في زول الكويس، في زول الكعب، في زول اللي هو ما بيتقابل ذاته حتى. لكن للاسف الشديد اخونا كامل كاريزما يعني كترتها والله، والله كترتها يا كامل كاريزما، كترتها شديد، كترتها شديد. كلام يا جماعه ما 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 ما, ما كان منطقي شويه، لانه لكن انا اديل اخوانك مهما كان، برضو مهما كان اخوانك يعني، فاهم كلامي؟ وانا شخصيا يعني ممكن اقول لك في انت في بعض الحاجات، نعم في بعض الحاجات غلط، كويس. ما بنفترض اخوك شقيقك تقوم تذله وتقوم صاحبي، نعم ايوه صاحبي، صاحبي ايوه نعم وكل شيء. لكن انا اتصلت له تليفون قبل شويه ما رد لي، ما اعرفه ماله هو، الحاصل شنو؟ لكن اسمع يا كامل كاريزما، انا داري اقول لك 3% داري اقول لك دي اخوانك، احمد كسلا منو، بالرغم انه هو غليظ عمل سوى يا جماعه، ما بنفترض تطلع الجلابه يقولوا لنا شنو يا مصر. مثلا الجلابه يقولوا لنا شنو؟ الكلام ده يا جماعه ما منطقي. نحن يا جماعه ابناء دارفور كلنا حاجه واحد، كويس معاكم؟ زغاوي، فوراوي، مسلاتي، داجاوي، رزيقي، هباني، شنو؟ كلنا حاجه واحد. ما نفترض يا جماعه الناس تطلع وتقول، تقول الاسرار بتاعت المجتمع، ولا تقول الاسرار بتاعت الناس نفسه، كويس. احمد كسل بالرغم انه انت عندك معاه اختلاف، عندك معاه شنو حاجات كده، لكن يا جماعه في اطارات موضوعيه، يعني كونه جه قدم لجوء بي 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 ما عارف تفاصيله والكلام الكثير ده ما بينفع، كويس معاك. الناس ما مشكله نضحك، تضحك ليش؟ ما في حاجه بتضحك، كويس. ما بنفترض نضحك. الكلام ده يا جماعه ما قال شنو يا جماعة؟ قال أحمد كسلة جه فرنسا، سألوا الفرنسيين قال له يا أخي أنت حصل لك شنو في دارفور، ولا حصل لك شنو في السودان، وأنت جاي دار تقدم لجوء هنا؟ فقال أحمد كسلة قال إنه قال حرقوا لي بيتي، وقال اغتصبوا ناس منو، والكلام الكثير ده، كويس. ومشى ألمانيا برضه قال نفس الكلام، فما قبلوا منه اللجوء. قال هسي حاليا قبلوا منه اللجوء في هولندا. قال انا اغتصبوني وانا سووني، والكلام الكامل قاله ده. انا ما اعرف كامل جاب الكلام ده من وين، لكن كلام ما ما ما, ما كان منطقي. يعني عشان نحن ما ناس قاعدين في الميديا بنقول والله لاي زول يا جماعه في وشه، كلام ما كان منطقي، يعني بالرغم انه مضحك مقرف شنو، والله ما منطقي. انا ده كده يعني انسان قاعد اشوف الحاصل شنو، وانا شحت اللايف يعني لو الليله ما طلعت برعت، بالرغم انه انا يا جماعه مختلف، ومختلف مع عبد الواحد كتير جدا، اكثر زول انا مختلف اكثر منك يا كامل وعبد الواحد سياسيا شنو، مختلف معه، لكن في اطار محدد. مثلا بعدين زي ناس احمد كسل ده في بعض الحاجات قول يا اخ قال الكلام ده، لكن ما في داعي يعني احنا نطلع للجلاب الاسرار حقنا، ولا بنطلع له مثلا الكلام اللي انت قبل شويه قلته ده كان كلام ما منطقي، ما كان تقوله، كويس. ما بنفترض تقوله، ليه تقوله ذاته؟ الحاصل شنو يعني؟ شنو هو احمد كسل ده مع اخوك في النهايه؟ في النهايه ما من جاي من دارفور، انت قالوا جاي من الشماليه ولا من هجر الاصل؟ ما جاي من دارفور، كويس. وزول مسكين زيك برضه، اهله نازحين قاعدين برضه في المعسكر زيك. ما انا بالرغم انه ادافع لاحمد كسله، بالرغم انه انا الناطق الرسمي باسمه مثلا، ولا بنقول عشان ندافع له، لكن عنده احمد كسله ذاته انا مختلف معه، عنده غلط قاعد يعمله، كويس. والغلط بتاعه ده انت تقول له واحد اثنين ثلاثه، اما قدم لجوء شنو وسوى شنو ودوين وقال الجنجويد اغتصبوني والكلام الكثير ده، ما كان من المفترض تقوله في الميديا، ولا تقوله للزول. الجلابه شايفينهم بيضحكوا، بيشيروا بيضحكوا، مبسوطين جدا. ليه؟ لانه ده غباء مننا نحن، ما بنفترض كان نقول الكلام ده، ليه بنقول الكلام ده؟ ليه؟ اي اساس؟ ما خلينا نتكلم بكل وضوح، الناس يا جماعه شيروا لنا البذا عشان نمشي لاخونا كامل كاريزما ده، انا مختلف مع عبد الواحد، نعم،
لكن ما عندي مثلا يعني زول زي حسي زي احمد كسل ده، وفي كلام كتير كامل قاله انا ما عجبني يعني، فاهم كلامي؟ ما عجبني باي ان كان، ولا بنجي انا ولا بنجي نشيل لنا عبد الواحد، ولا عندي علاقه باليو بي اف ولا الكلام الكتير. واكتر زول في الميديا ده بيكرهوني انا ده، واكتر زول مختلفين معي انا ده. لكن ما في بعض الحاجات يا جماعه، الزول من المفترض يحاول بقدر الامكان يستخدم صوت الابل كويس كامل. انت مفترض كلامك اللي داير تقوله قوله بكل شفافيه، كويس معاك، قوله بكل شفافيه، وقوله بلفظ ثاني ولا بطريقه ثانيه. لكن ما مفترض تجي تقول هوي ديل احمد كسله، احمد كسله ده عملوا له، واحمد كسله ده مش قدم اللجوء في فرنسا عن طريق انه اغتصبوه. الكلام الكثير ده الجلابه قاعدين يضحكوا، الجلابه كمان شفتك قاعدين يضحكوا ضحك شديد جدا في كلامنا ده. وكلامنا ده بالرغم انه بيشتت الناس كده، شفت بيشتتهم كده يمين شمال، بخليهم كتيلات، بس ما بنقدر نكسب قضيتنا ليوم الدين. لانه الناس يا جماعه اسمعوا كلامي كويس، الناس كلها بتقعد تتكلم ولا بتقعد تشتغل. الناس يا جماعه شيروني البذ عشان يمشي، عشان يصل لكامل ده، لانه الكلام ده يا جماعه ما منطقي، كويس؟ ما منطقي. الكلام الفاضي اللي هو قاعد يقوله كامل ده ما كان عجبني انا بكل شفافيه يعني، فاهم كلامي؟ ما كان عجبني والله بكل صراحه، بالرغم انه هو زوج صديق علي شديد ومعانا تواصل 24 ساعه، لكن ما كان يعني كان ما مفترض يقول الكلام ده خالص. انا عشان ما الناس يا جماعه يوم من الايام تيجي تبرر لي تقول لي يا اخي انه كامل مع كامل وكامل عمل وسوى وكده، لا، الكلام ده انا ومن ضمن الناس انا يعني واقف معاك قلبا وقالبا كامل، ومختلف معاك برضو في بعض النقاط. الحاجه الثانيه احمد كسله، احمد كسله بالرغم انه هو قاعد يدعي للمشاكل ويدعي للفتنه، انا برضو قاعد اختلف معه لانه في حاجات كثيره كويس، لكن انا ما مفترض اي ابشي يعني شنو يعني. اما في النهايه اخوي يعني عمل له شنو يعني مثلا يعني انت يعني زي شريت حق اخوك برا يعني، الحاصل شنو؟ شريت كلام اخوك برا، اللي بيحصل شنو غير ما انه يعني، وكمان ما يا ريت يكون كلام منطقي عشان الناس تقدر تستفيد منه. لكن للاسف الشديد ما في، انا والله ما جاي داير المح نفسي لزول، ولا حتى انه يا جماعه داير المح نفسي ولا ابقى ظريف في وجه زول، لا، انا بس بقول لك الحقيقه يعني، وده انا قاعد شيء قاعد في الميديا وقاعد اشوفه. ما 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 بنقول زول يا جماعه، ولا حتى بنقول يا جماعه الكلام الفاضي ما له اي داعي، بالرغم انه يا جماعه في ناس مبسوطين من الكلام ده. في بعض الكلام انا بتفق معاك يا كامل، وفي بعض الكلام ما بتفق معاك فيه، بخصوص احمد كسله، بانه يا اخي احمد كسله ده مشى قدم لجوء. لا، انت خليه واسمه اتكلم معاه في اطار بتاعت شنو؟ اتكلم في اطار بتاعت مناقشه سياسيه وكلام كده، لكن الكلام الكثير ده يا جماعه ما بينفع. اليو بي اف انا مختلف معاه ما في بعض الحاجات هم بيعملوه انا ما قاعد يعجبني، زي كامل ده، كامل ده برضه بيختلف معاه في بعض الحاجات، بيختلف معاه في بعض الاشياء ما قاعد يعجبني، اليو بي اف برضه بيعملوا بعض الحاجات ما قاعد يعجبني. وانت في الدنيا دي ما يعني ربنا ذاته ما بقدر بوفقك عشان تقدر ترضي كل الناس في اي حاجه كويس، عشان احنا ما بشر في النهايه وبني ادمين، بنغلط بنسوي اي حاجه كويس، لكن ما بتقدر ترضي كل الناس. مثلا اي زول بس يعني والله ياما ترت راسك فوق السما وجيت، ما بتقدر ترضي كل زول عشان تعمل له الجميل مثلا، ولا عشان هو يخش انت تخش له في مزاجه، ما بتخش له. لا، في زول ممكن اي صحيح ممكن يسمع كلامك ده ويخش له في مزاجه، لكن في زول اخر كلامك ده ما بينفع معه اصلا كويس، مهما جيت بركت له ولا اللي حس له قرعين وزاده ما كلام ما بيسمع كلامك، وكلامك ما بركب له في راسه. ده واحد. اثنين، الحاجه الثانيه يا جماعه، نحن كابناء الهامش نحن تعلمنا بالوحده، وتعلمنا بانه يا اخي الناس تتوحد وتغلي الاونطه وتغلي قبيلتي وقبيلتك والكلام الفاضي ده يا جماعه، ده ما بيجيب لنا حاجه. واحد كويس معاك، لا ان احنا بننتصر ولا انتوا برا بتنتصروا، ده حاجه انت تحطوها في راسكم كويس. اي زول قالت كلام زي ده في راسه بانه هو براه بينتصر، والله بخش نفسه ساكت. والدنيا دي ما دايمه لزول، الدنيا دي ما دايمه لزول، فعشان ما نقعد يا جماعه نجود كده في حاجات وهميه ونجود في حاجات عبس، لا، الكلام ده ما منطقي كويس، ما منطقي ابدا. ولا حتى يا جماعه الناس يا جماعه شيروا لنا البث، خليه يسال لكامل بالرغم انه دقنا له تليفون ما رد وكل شيء، لكن خليه يسال له اللايف ده، خليه يسال له بس، خليه يسال له انه نحن قاعدين نقول في شنو. فرسالتنا دي خليه يصل له بس، الناس يا جماعه تشير البث ده، لانه شايف الناس كثير يتخارجوا، لانه انا ما بقول لك مثلا الحاجه الصح ده بنقول لك صح، والغلط بنقول لك غلط. الليله يوم الناس اللي اعتصموا في الجنينه الان يعني عندهم مطالب، قالوا هم عندهم مطالب زي ما هم طلعوا واتكلموا، انا شفت بعض المطالب واطلعت عليهم وشفتهم بيعملوا في شنو كده، انا
اتفقت معاهم في حاجات وفي حاجات اختلفت معاهم. يعني جيت هنا كلمتكم ووضحت لكم انه انا مختلف معاهم. وين مختلف معاهم؟ بانه تفكيك المعسكرات ده خط احمر، المعسكرات ما عندهم علاقه بيه، دارين يقيلوا على الدوما، ده حاجه برجع عليهم، ده حق من حقوقهم زي ما انهم قالوا مواطنين وبيمارسوا حياتهم، فده انا ما عندي ما مشكله. كويس، فعشان ما تقولوا زول منحاز لجهه ولا انا ما داري انحاز لجهه اصلا، ولا داري يوم من الايام انا اكون منحاز لجهه معينه، لا لا، بنقول لك كلام تاخ تاخ، واحد زائد واحد يساوي اثنين. كويس، زي هسه التوضيح اللي انا هسه وضحت لك ده، بانه انا ما بيختلف مع كامل في حاله انه يا اخي يقول احمد كسلا وجا قدم لجوء بالطريقه كده وكده، ده انا بختلف معه، وانا بختلف مع احمد كسلا في انه يا اخي يعني بهرد الناس بانه يا اخي يشيلوا سلاح ويقاتلوا والكلام الكثير ده، ده برضه انا بختلف مع احمد كسلا في المكان ده. كويس، والناس اللي قاعدين في الاعتصام بتاع الجنينه بيختلف معاهم في واحد واثنين، مثلا تفكيك المعسكرات ده انا ما بتفق معاهم. كويس، لانه كلام غير منطقي وغير موضوعي وكلام ما عنده اي فايده. كويس، فده انا ده الحاجات اللي انا اقدر اوضح للناس اللي معي يعني، فاهم؟ وحتى الناس اللي معي ذاته ممكن داخلونا والاقشوا معانا في اللايفات، قشوا معانا ورونا رايهم، والما قشوا حتى يعني وريناهم انه نحن والله ما بنقدر يا جماعه، نحن بشر ما بنقدر نردي كل زول مثلا يعني يهدمنا مثلا ولا يريدنا ولا مثلا يكون معيتنا في كل شيء، لا، في بعض الناس ممكن عندهم يعني اتوبيس ولا بنقول عندهم افكار يعني مثلا كلامك بيمشي معاهم يعني في 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 في, في مزاجهم، لكن ما كل الناس انا اقدر اردم، والله ما بقدر، ما بقدر ذاته، انا ما بشر في الدنيا دي، ما بشر زيكم في النهايه، ما بقدر ارد لي كل الناس يا جماعه في الدنيا دي، والله ما بقدر ارد لي كل زول، انت اللي اي صحيح، انا ذاته شخصيا في ناس يعني بريدهم، في ناس ما بريدهم، عديل كده، ما بشر ما بدوروا معي ليه؟ لانه ما متفق معاهم كده. الناس يا جماعه خلينا نفهم، نركز في الحاجات دي حاجات اساسيه في الحياه، فما ما ما كل زول بس يا جماعه طلع خلاص انا بتاع مثلا. وكمان يا جماعه عشان داري اوريكم يا ابناء دارفور، انتوا الان يعني ما احنا بقينا عباره عن مسرحيه وافلام هنديه للناس في الميديا، ده حاجة معروف يا جماعة، أفلام هندية زي مسرحيات وأفلام هندية في الميديا، الناس كلها المركز بقت إنها ذاته يعني بتستقطبنا وبقت دارت تسوقنا كيف في الطريق الهوان ولا الطريق المجهول. كويس، دايما الناس تاكل بعد يعني، فاهم؟ والكلام ده انا اتكلمت فيه قبل كده، بانه الناس يا جماعه ليه تاكل بعد يعني؟ اي زول داري ياكل الثاني، وكلهم ضعفاء، انت اضعف وغيرك اضعف منك وكده، ما في حاجة. فما نقعد يا جماعة نمشي في الحاجات الوهمية دي، فما نقعد نمشي في القضايا الانصرافية، نشوف القضية الأساسية شنو في البلد، والقضية الأصل نحن طلعنا من أجله، والناس حملت السلاح، والناس حملت حاجات كثيرة وقدمت فيها ضحايا وقدمت فيها حاجات كثيرة. خلينا نكون ناس واعيين، ناس تنظيمي وتنظيمك وقبيلتي وقبيلتك وشنو كلام الفاضي ده، ده كله ما بيحل مشكلة واحد. كويس معاك، القبيلة لا بقدر يحكم دولة براو، ولا حتى تنظيم براو بقدر يحكم دولة، ده حاجة انتم مفترض تحطوها في راسكم. فالناس دي كلها احنا بنشوفهم حاجه واحد. كويس، ما عندنا يعني عندنا اختلافات ما بعد الناس اللي هم عندهم رؤيه سياسيه مثلا، ولا عندهم افكار، احنا في بعض الافكار ممكن نختلف معاهم، في بعض الافكار ممكن نقيف معاهم قلبا وقالبا. والكلام ده يا جماعه اتمنى بالرغم انه الناس يا جماعه اتخاذلوا لينا برضو بالكلام الطيب ده، انا شايف في نفسي انه الكلام ده طيب جدا، فالناس المفترض يعني تعقل. كويس، تعقل وتكون واعية، ما نقعد 24 ساعة زي بقينا زي الفيلم الهندي. كويس؟